بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد سبحان الله الجليل الاكبر رب يصلي له ويتهر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد احمده سبحانه على ما عاد علينا وعلى فضله التي تعود في كل عيد وتظهر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ومد لنا مواعيد كرمه في كل عام ويتكرر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد لا مانع لما امره ولا عاري لما صنع وانكر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد رافي السماء وساكن الغيراي وفحياها بواباب المطر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر العالمين ما في سميم العافيه قطر الغالب على كل ما بدنا وما ظهر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر لله الحمد الشاكرا من شكر والذاكرا من ذكر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الحمد شرف بيته الكعبة الحرام وكرمه واصفه ووضعه على مامثال حضرة الملوك ليفسد الزوار من كل فج نميخ ويحذر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الحمد وفرض الحج على من له رفيق وزاد السفر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر وفضلها حتى اضافها الى نفسه وجعل طوافها كفاره للذنوب التي منها كل صغير وكبير مستطر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي سجدت الكعبه شكرا لله على ما بعثه الله الى كافه الخلق من الاسود والاحمر وعبد بوجودي رجس الاصنام والاوثان منها وتقر امام المرسلين والسيد الجن والبشر هذه الخلق الى سبيل الحق الازهر واستقام بنفسه على امر الله وامر بشير نذير بشر اخ التبشير وانذر وعوان فضائل الحج وطواف الكعبه والركن والحجر صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه الخير اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان هذا اليوم يوم معظم وعيد مكرم مبارك شرفه على سائر الايام العشر واقتنيمه واستعاظمه على كل ايام الدهر يوم منزلة الكريمة وحرمتي مهمة لا يرد فيه الدعاء ويرفع الامل فيه الى السماء نجيب نحن قزيل سنين تبركة والاعوام واعوان نزول الرحمة والبركة والايام وانتم على فرش غفلات نيام وفي دوطات الموسمه والمنكرات لكم متخام خطوبا للذي في سبيل الله ليسكن وللاخره من الاعمال الصالحه يذكرون والايام الفاضله لبلوغ المقاصد يختمرون انهم الاحرار ياخذون والى البيت الحرام يتوجهون وصائر شاعر الله يعظمون وبالزبان اليه يتقربون ويجعلونها من اطيب زخائرهم ليوم فيه يحشرون وعلى ما هداهم الله يكبرون ودعوت ابيهم ابراهيم الخليل يلهون الذي ابتلاه الله تعالى في مثل هذا الشهر بزنه ولده اسماعيل وامرا لا يتولى بيده بالامر الجليل